غادي تسمح لي بالطبع لان الا فتحنا الدوار ديال المداخلات بعد غادي يبقى في اخبار مستخدمه والمداخلات اللي كتجي من بعد الحسم ديال اللائحه غادي تكون تقليل من المصداقيه ديال المداخلات غادي يبقى الردود فهمتوا وبالتالي نرجعوا على فتحنا الباب اللائحه اسمح لان هذا هو العمل سامع لمالك اسمح لمالك تفضل شكرا بدايه لمن هي الحضور جميعا يعني انا عندي مجموعه تساؤلات بالنسبه للشركات الحكميه للزواج الصحي معنا يعني ما جاوبوش مجموعه من الاسئله من التدخلات ديالهم تحديات اللي تواجه الشباب هذا كسؤال ويعني شنو باغيين واش مدخلوا الشباب في السياسه ولا باغيين سياسه الشباب شنو راهم باغيين بالضبط يعني وعندي واحد التدخل كبير بالنسبه لاخواننا في تونس يعني اليات تنفيذ لسياسات الشباب داخل الاحزاب ديالهم كيفاش كيشوفوها هما من غير الاخ يعني سيدريس هو اللي عطى واحد الرؤيه شامله داخل الحزب ديالو الباقي السؤال من الحاضر ماشي الحاضر ولكن الاخوه اللي في تونس يعني كيشوفوا دور الشباب الوجدي داخل الاحزاب ديالهم وكذلك سؤال كذلك وهو يعني زعما الشباب الوجدي التحركات ديالهم الشبابيه في مسألة المناطق الملاكة كتشوفوا انتم كشباب التحركات ديالهم في وجدة بعد مسألة المناطق الملاكة سواء الرباط ولا طنجة ولا هكا وكذلك هذا اللي يسألكم بين مجلس تشاري الشباب واش انتم اعضاء فيه ولا لا وكذلك الحكومة الموازية بالنسبه لواحد التدخل يعني هو الموجه لواحد الاخ في المعارضه يعني هضر على الديمقراطيه وهضر على مجموعه من المسائل الشبابيه قلت هو سولو يعني كي كتشوف انت الموقع ديال داخل الحزب ديالك كوجه شكرا شكرا سي عاشور مساوي يا صاري